السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا برحب بحضراتكم جميعا. إن شاء الله دلوقتي احنا هنتكلم مع بعض في موضوع مهم، اللي هو أنا دلوقتي لو عايز أتابع الغياب اللينك المكتبة. احنا طبعا كنا شرحنا الموضوع ده قبل كده، بس هنوضح النهاردة الأسلوب بتاعنا في الشغل فيه. أول حاجة طبعا قلنا إن احنا لو أنا فاتح من الموبايل أو لو فاتح من المجموعة، بضغط على المجموعة كده من فوق، هيظهر معايا الإيه؟ الشكل ده. الشكل طبعا في الموبايل بيظهر لينك إيه؟ على طول. فبيبقى عندي هنا اللي هي رابط دخول للمكتبة، وطبعا ده جروب الفيسبوك الخاص بالكورس. لو ضغطت على الرابط الخاص بالمكتبة هيفتح معايا جوجل درايف. جوجل درايف اللي هيتفتح معايا دلوقتي ده انا يهمني فيه طبعا الداتا حسب ما بيتوفر في كل محاضرة بنحطها فيه. يعني مثلا ليكتشر 1، الحاجات اللي توفرت في المحاضرة الأولى سواء كان بي دي اف أو لينكات هامة بنجمعها وبنحطها هنا. طيب لو ما حصلش مثلا محاضرة معينة ما كانش فيها مثلا داتا، خلاص هتتساب فاضي. طيب الحاجة التانية الأسماء وأرقام الكود. الأسماء وأرقام الكود طبعا كل واحد فينا وصل له إيميل على الجيميل الخاص بيه في الكشف من الكشوفات دي، اللي هي من كشف رقم 1 لحد كشف رقم 14. انا مثلا لو ضغطت مثلا على اي ملف فيهم هلاقي فيه قائمه الاسماء اللي كانت موجوده. طبعا هي الاسماء هنا غير مرتبه ابجديا طبعا، لان هي كانت على حسب الدخول، فكل واحد فينا خد رقم كود معين. تمام. طبعا اثناء الكورس حصل ان في ناس طلبت تعديل الاسم وهكذا. احنا بنتعامل بقى الكشف اللي كان فيه الاسم وارقام الكشف اللي هو في السكيشن ده خلاص كده، ده يعتبر امره منتهي. اللي بنتعامل فيه هو كشف الغياب، الكشف اللي بالشكل ده. كشف الغياب اللي بالشكل ده في كل الناس اللي قدمت معانا من اول سيكشن 1 لحد سيكشن 14. يعني لو ضلينا ماشيين كده هنلاقي معانا الايه، هنلاقي معانا الايه الاسماء كامله، سيكشن 8، سيكشن 9، 10 لحد سيكشن 14. طيب ايه بقى الواحد اللي في الجنب دي؟ الواحد دي واحد يعني كده حضر المحاضره، صفر او متسابه زي ما هي فاضيه كده، يبقى كده كده اول محاضره ليه تسجيل حضوره فيها مش موجود. طيب انا دلوقتي ممكن طبعا انا لو عارف رقم الكشف هنزل تحت مثلا، وليكن مثلا لو انا رقم 60 هدخل مثلا الكشف من هنا مثلا من الكشف الرئيسي واوصل هنا لحد 60. طيب في حاجة ظاهرة معايا تحت كده اللي هي الارقام دي، الحاجات اللي ظاهرة دي، اللي ظاهر ده علامة للسكشن. يعني دلوقتي مثلا ده مثلا سكشن رقم 10، ده سكشن رقم 9، ده سكشن رقم 8، ده سكشن رقم 7، ده سكشن رقم 6 و5 وهكذا. طيب انا دلوقتي لو انا مثلا وليكن رقم 60، رقم 60 ده في سكشن رقم 2، اي بيجي مثلا الحاجات اللي موجوده تحت دي يقدر يتنقل طبعا من هنا من اليمين مثلا سكشن رقم 2. فين رقم 2 ده؟ لو فتح سيكشن رقم 2 هيلاقي الاسامي اللي هنا بس هم اللي مضافين في سيكشن رقم 2. فرقم 60 مثلا هيبتدي يشوف المحاضره الاولى والمحاضره الثانيه والمحاضره الثالثه وهكذا حسب الترتيب. واحد مثلا في سيكشن 8 لو ضغط على سيكشن 8 بس مش هيظهر الا الاسماء اللي موجوده في سيكشن 8، بحيث ان هو ايه يبقى عدد الاسماء اللي هو بيتعامل معاها بشكل ابسط شويه مثلا، بحيث ان هو ما يتوهش مثلا ان هو بيراجع. كذلك نفس الامر بتلاقي التبوبات دي في الموبايل، بيكون مثلا السكشن. طبعا انت ممكن تبقى في قائمه الاول لو انت عايز تشوف الحاجه اللي انت شغال عليها مثلا، اللي هي المجموعه مثلا وليكن في العام، ما فيش اي مشكله سواء كان تسليم او اي حاجه. اللي هيظهر هنا في العام هيتفرع على كل سكشن لوحده، يعني سكشن 1 دي اسمائهم، سكشن 2 دي اسمائهم وتسليماتهم، سكشن 3 و4 و5 وهكذا. طبعا لو في حد الاسم اللي موجود طبعا دلوقتي، سواء الاسم اللي موجود داخل السكشن او الاسم اللي موجود هنا في القائمة الكبيرة، ده الاسم اللي هيطلع في الشهادة. فطبعا لو عند حضرتك اي تعقيب على الاسم او في اي مشكلة، حضرتك بتبعت لي الاسم وبتقول لي هو الايميل، وبتقول لي مثلا انا رقم كشف كذا او انا كود كذا عايز اغير الاسم لكذا، بتحط لي الاسم الجديد بقى اللي هيتحط زي ما هو بالظبط. يعني مش تقول لي مثلا لا خلي له الحروف كابيتال، لا لا حط لي الاسم زي ما انت عايزه بالظبط، عشان انا باخده كوبي واحطه في مكانه علشان نمنع اي اخطاء، انا ازود لك حرف اقلل لك حرف وهكذا، بحيث ان ما يكونش فيه اي مشكله. كده تمام بالنسبه للموضوع ده المره دي. وطبعا ان شاء الله المحاضره القادمه هتكون يوم الثلاثاء باذن الله في نفس الميعاد، وبعد رمضان ان شاء الله هيكون احتمال كبير يكون في تغيير للميعاد، ان هو هيكون السبت الساعه 8. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.